الكوارث الطبيعية تلاحق أستراليا، فبعد حرائق غابات أكلت الأخضر واليابس جاءت العواصف الرعدية والرملية. سحابة ضخمة من الغبار اجتاحت ولاية نيو ساوث ويلز مصحوبة برياح وصلت سرعتها لأكثر من 107 كيلومترات في الساعة، حولت نهار بعض المدن إلى ليل دامس. كما ضربت عاصفة العاصمة كامبرا، أمطار غزيرة تحمل معها حبات برد ضخمة تسببت باقتلاع أغصان الأشجار وهشمت زجاج السيارات والمنازل. Back windscreen gone. Back seat full of ice. Such a freak storm. I was watching television. I went into the bedroom and I just looked out the window and the gum tree, which is two stories high, just disappeared. الأمطار ومع كل هذه الكوارث أغاثت الأجزاء المنكوبة والجافة وحدت من انتشار حرائق ما زالت مستعرة في البلاد منذ أشهر. فهل توالي الكوارث على أستراليا سببه التغير المناخي؟